بسم الله. هانتوما كيما شفتوا غادي شادة التليفون في قدامي، وهذا كما كنقولوا فلوغ ولا الاخوات اللي ما قادرينش، قالت لك انا ما نقدرش نلبس الحجاب غادي يعرقلني على بزاف الحوايج. لا لا اخت، اي اخت لبست حجابها وهي واثقه من نفسها، حتى حاجه ما كتخليها ما تقدر تحيد لها حريتها. وخير دليل انا هاني بحجابي الحمد لله، وكان محمد الامير راح دايا انا وياه مسابقين، انتم انا وولدي راه دايرين تحدي سبقتك. اما باش محمد الامين قبل الهزيمه الاخوات. كما قلت لكم الاخوات، سير محمد الامين باش من تبعني من لورا، محمد الامين تبعني خلي الاخوات يشوفوك. هانتوما المتسابق اللي ما قبلش بالهزيمه، ها كما قلت لكم راه الحجاب ما كيمنعكمش من حريتكم، راه ما كتقيدش. كيقول لك لا انا غادي ندير الحجاب وشحال من حاجه غادي تمنع منها، بالعكس هاني انا كندير رياضه كنخرج بحجابي، والاول مره تقريبا وحده في سيد المختار غادي تشوفوها لابسه النقاب وراكبه على البيكاله، غادي تجيكم عجب. ولكن انا بغيت نبرهن لبزاف ديال الناس بان الحجاب راه ما كيمنعناش من ان نمارسو حياتنا العاديه كاي انسان عنده حريه. راه بالعكس، راه الحريه اللي كاينه في انت بحجابك وبنقابك راه ما تلقايهاش في شي حاجه ثانيه. والله العظيم انا كنحس باني بخير، وما نكذبش عليكم انا مفتخره بحجابي، والله الحمد لله يا ربي. نتمنوا من الله تعالى يوفقنا ويوفقكم يا ربي لما يحب ويرضى. اليوم خرجت ندير الرياضه وخرجت معايا التليفون باش ندير لكم هذا الفيديو وتشوفوه، ونتمنى يعجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. كنلبقوا من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن في الاخير باش نوصل لواحد النتيجه هي باش ندوز وقيه زوينه انا ووليداتي. الله ييسر لينا وليكم يا ربي يا ارحم الراحمين. ونتمنى اي واحد عجبتو هذه القناه ديالتي يشترك فيها ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد. هاني سبقتك يا محمد الامين ان شاء الله يا ربي. يلا يلا محمد الامين، يلا 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 يلا. الله يصلح وليداتنا ووليداتكم يا ربي. نتمنى التوفيق للاخوات كل شيء ان شاء الله باذن الله تعالى. علاش لا القناه ديالتي ما تكبرش ان شاء الله؟ ما تلعبش يا محمد الامين في الشانطي بالبيكاله، علاش ما تكبرش ان شاء الله وتوصل ان شاء الله باش نحقق بيها ان شاء الله شحال من حلم حلمته. والله ابسط الاشياء هي تكون عندي بيكالا ديالي. راه بيكالا دابا غيشدها عند كنشدها من عند بابا الله يخليه ليا يا سيدي ربي. والله الا من ابسط الاشياء هي نشري بيكالا ان شاء الله تعطي الرياضه، ونبقى نخرج بها ان شاء الله باذن الله تعالى. الاخوات غادي تسالوا على البيكالا كيفاش تركبت عليها، ما غاديش غادي تقولوا بان زعما راه يلا عرفتها ولا يلا هذا. الحمد لله انا من وانا صغيره خصني
بغيت ندير واحد الحاجه، الا درت واحد الحاجه في بالي خاصني بغيت نديرها غادي نديرها ان شاء الله، وهي البيكالا فرط على بابا ديك الساعات. راه كنت عاودت لكم، ما عاودتش لكم القصه قلت لي انت بحالاش دوز الطفوله، وغادي نعاودها لكم ان شاء الله. انا كنت كنسرح للوالد وكنت كنسرح ليه بالبيكالا، هذه من اغرب الاشياء، غادي تجيكم عجب، هو اني كنت كنسرح دور دور محمد الامين، شوف الشانطي ما فيه حتى شي واحد ودور. من اغرب الاشياء هي اني كنت كنسرح للوالد بالبيكالا دور. يلا يلا محمد الامين رجع. كما قلت لكم كنت كنطلق البهايم يمشوا ونعاود نردهم بالبيكالا. من هذيك الساعات انا كنركب على البيكالا. واحد الوقت كنت كانوا عندي الدراري صغار وهذا كنضور بها دويره هكا مره مره ما كنخرجش بها، ولكن الحمد لله ملي وليداتي بداو كيتوضدوا شويه وكبروا عدت نخرج انا وياهم، مره انا وعز الدين مره انا ومحمد الامين، الله يصلحهم ليا يا ربي ويصلح وليدات المسلمين يا ارحم الراحمين يا ربي امين. ايوا وهذه هي، هذا هو عالم امينه كما كتعرفوا الناس اللي عندي في القناه، ولا الناس اللي كنت دايره واحد اللايف البارح. علاش قلت لكم راه غادي، علاش حطيت لكم هذا الفيديو؟ قلت لكم راه غادي ندير لكم فيديو وانا خارجه ندير الرياضه، واش بغيتو في البيكالا ولا على رجليا؟ كاين شي اخوات زادوا يضحكوا، كاين شي اخوات زادوا يضحكوا. ايوا ما عمرهم شافوني في البيكالا، ها انتم غادي تشوفوني. وديروا لهذا الفيديو جيم وطلعوه ان شاء الله، لعل الله تعالى يفتح علينا وعليكم الفتح المبين يا ارحم الراحمين. مارسوا الرياضه راه زوينه الاخوات، لا المشي ولا الجري ولا البيكالا ولا انواع الرياضه، والله كتحسوا براسكم خفافين سبحان الله. كتبقى الدوره الدمويه كتحسي بها سبحان الله بان الدم كيضخ سبحان الله في الشرايين، والحمد لله. الماء يلا، وما تنساوش الاخوات عودوا هزوا معاكم الماء فين ما خرجتوا. عيط خرج من القدره. يا الاخوات راه منين شافني وقفت لمحمد الامين كيشرب قال لي ياك مان كيقوم با نرجع ليا مسكين. ايوا الحلي حطينا حبابي يا ربي الله يخليهم ليا ويطول عمرهم. الحين تاع البلاصه فين غادي حنا الطريق تاع ولاد دريس اللي هي الدخله تاع سيد المختار، ها انتم كيبان لكم هذا الدخله تاع سيد المختار، بلاتي نقرب واحد شويه باش غادي تشوفوا، ها انتم ها انتم دابا هذا هو سيد المختار. ها الناس اللي ما عمرهم جاوا لسيد المختار مرحبا بكم، ها انتم ها انتم كيبان لكم دابا رانا اونفاس مع واحد الشريج، ها هو كيبان لكم. والمدرسه هذيك المدرسه العتيقه ديالنا، راه كنت درت لكم واحد الفيديو غير من برا، غادي ان شاء الله ندخلوا ليها شي مره وندير لكم فيها فيديو. ها انتم ها
عاد دخلها انتم طبيعه ما شاء الله. انتم طبيعه الدنيا خضراء ما شاء الله وزوينه انتم الاخوات. هذا الشيء تبارك الله راه كلشي دابا هنا الجلبانه، هذا الشيء كامل جلبانه والفول. هانتوما كلها ديالو هانتوما، هذا الشيء كامل كيبان لكم. انا المشروع ديال الليمون عند كاين هنا في سيد مختار بزاف المشاريع الحمد لله. فينا بلاصه هذاك اللي مقدم معنا هانتوما. دابا حنا هادي هي الدخلة تاع سيد المختار، ها انتم السوق فين داروا السوق الجديد، ها هو واحد البيشان كيبانوا لكم الناس تاع سيد المختار اللي ما عرفوش السوق الجديد فين كاين، ها هو فين كيبان لكم واحد الباش ابيض راه هو هذاك. ها انتم هادي هي الدخلة. بسم الله محمد الامين يلا. احنا الاخوات هادي راه الدخلة تاع سيد المختار دابا يلا.